15 للميلاد في عاصمة ميادين السباق ميدان الوثبة المحتضن لهذا التحدي والمرحب بهذا المهرجان الكبير. أسير مباشرة إلى مقدمة الشوط إلى المراكز الأولى وإلى التحديات وإلى الأسماء التي تبحث عن الناموس تبحث عن الفوز والانتصار. مشاهدينا متابعينا الأعزاء لأتابع هنا الشعارات المنطلقة. البداية مع شعار هجن العاصفة على الانطلاق الأول مع اسم هوي من هجن العاصفة. حمد بن راشد بن غدير من يقوده في عملية التضمير والمتابعة، ولكن التسللات من الجانب الأيمن هنالك سراب يتسللان. ينطلق سراب في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، سعيد بن سالم بالمر السبوسي، وأيضا هنا حصل تغيير من قبل الشارد لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي. فايز بن غفان بن حمد الجابري يأتينا على المركز الأول والانطلاق الأول. مشاهدينا متابعينا الأعزاء شد حيلك يا أبو حمد، نتمنى لك التوفيق وأمنياتنا دائما وأبدا ترافق الجميع. ننتقل إلى سمهوي من يحتل المركز الثاني من هجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي، يأتينا على ثاني التحديات. المركز الثالث سراب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، سعيد بن سالم بالمر السبوسي على المركز الثالث. المركز الرابع هذا شعار هجن الرئاسة يتقدم الآن على مستوى المركز الرابع. شاهين من هجن الرئاسة مع المستحيل راشد بن محمد السم المنصوري، هذا الشعار الذي ظفر بثلاثة رموز ورمز خاص بهذا المضمر خاص بالمستحيل راشد بن محمد السم المنصوري، بينما رمزين من يأتي هنا على المركز الخامس مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي المميز، من قدم الأسماء الفريدة والأسماء المميزة في هذه الفترة المسائية والفترة الخاصة برموز اللقاية لأصحاب السمو الشيوخ. نتابع هنا المركز السادس هنالك الاسم القادم أم المركز الرابع هنا مع الذيب بن هجن الرئاسة المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي من يحتل المركز الخامس. من قاد انذار في شوط المفتوح الخاص بفئة اللقاية المركز السادس هنا لنتابع شعار هجن العاصفة مع الواعي حمد بن راشد بن حمد بن غدير، يأتينا على المركز السادس. المركز السابع هنالك معطش لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، سعيد بن محمد بن خلفان بن حزيم الفلاسي يتقدم على مستوى المركز السابع. المركز الثامن هنالك شاهين من هجن الرئاسة المستحيل راشد بن محمد السم المنصوري، من يقود شاهين في هذه اللحظات كما قاد حرب في رمز الجعدان في هذه الفترة المسائية، بينما المركز التاسع هنالك عجيب من هجن الرئاسة مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي، وعاشر التحديات أشقر من هجن الرئاسة المضمر عيسى بن أحمد بن مايد الخيل يتقدم على المركز العاشر. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام إلى مقدمة الشوط إلى الصدارة وإلى شعار هجن العاصفة المسيطر على هذه التحديات وهذه الانطلاقات من خلال انطلاق سمهوي من هجن العاصفة حمد بن راشد بن حمد بن غدير واثق المضمرين على المركز الأول، يسير بخطى واثقة على صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني هنالك سراب يحتل المركز الثاني. سراب متواجد في دائرة التحدي ودائرة المنافسة، تعود ملكية سراب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، سعيد بن سالم بالمر السبوسي يأتينا على المركز الثاني. ثالثا شعار هجن العاصفة الواعي يحتل المركز الثالث مع الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي على المركز الثالث، ولكن من وصل في هذه اللحظات بدأ يتقدم من الجانب الأيمن هنالك معطش لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، سعيد بن محمد بن حزيم الفلاسي يتسلل في هذه اللحظات إلى مقدمة الشوط ليستلم زمام الأمور ليستلم القيادة ويستلم الريادة مع لوحة الكيلومتر الأخير الكيلومتر الخطير الفاصل عن خط النهاية الفاصل عن الفوز والانتصار.
الحصار. العاصفة 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 على مقدمة الشوط، وهنالك معطش لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، سعيد بن محمد بن حزيم الفلاسي في عملية التضمير والمتابعة رغم الضغوطات هنا من شعار هجن العاصفة مع الواعي وسمهوي. سمهوي والواعي من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي، ولكن هنالك بن حزيم يقدم لنا يقدم معطش لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم. سعيد بن محمد بن حزيم الفلاسي من يقوده في عملية التضمير والمتابعة، ولكن الواعي وعلى الواعي تقدم الواعي من هجن العاصفة. يا سلام، انطلق الآن مع الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي يحتل المركز الأول. شعار هجن العاصفة يتألق يبدع يتميز في هذا المساء مع هذا الانطلاق الجميل. يا سلام، ما شاء الله تبارك الله، هنا سيطرة سيطرة مع العاصفة على المركز الأول. المركز الثاني، وصلت الرياسة على المركز الثالث، ولكن الناموس الفوز والانتصار هنا مع الواعي من هجن العاصفة حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي. تهانينا والناموس للعاصفة وهجنها على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني عجيب من هجن الرياسة مع المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي. المركز الثالث سمهوي من هجن العاصفة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. المركز الرابع وصل معطش لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن محمد بن حزيم الفلاسي. المركز الخامس وصل الشارد لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط الواعي بتوقيت 7:33 بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس لهجن العاصفة وللواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي. المركز الثاني وصل عجيب من هجن الرياسة مع المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي من حضر في الأمتار الأخيرة 7:34 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث وصل سمهوي من هجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي 7:35 بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، أسعد الله مساءكم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير. من هذا الميدان من عاصمة الميادين نتواصل أيها الإخوة المتابعون مع هذه التحديات وهذه المنافسات المسائية لهذا السن، سن اللقاية ينطلق في هذه اللحظات، وقبل أيضا ثواني ينطلق هذا الشوط وهو الشوط 14 ضمن هذه الأشواط المفتوحة، وهو مخصص لفئة البكار المحليات الأصايل. نبدأ ونتعرف مع هذه الرحلة لما يحدث وما يسير. شهدنا هذه الرموز من توزعت في هذا المساء ما بين الرئاسة وما بين العاصفة. نتابع هذه المقدمة.